على موضوع السماعات، لكن عشان نفهم السماعات بصورة كويسة ونعرف بالضبط إيش النوع الكويس وإيش النوع الضار لنا، لازم نعرف بالضبط كيف الأذن تشتغل وكيف الواحد يسمع. هذه نقطة مرة مهمة. طيب، فحنشرح ببساطة جدا. خليني أقرب الكاميرا. الآن عندنا السمع، هيجي طبعا أي صوت يدخل داخل الأذن. هذه رسمة تبين الأذن كلها، الخارجية والداخل والوسطى والداخلية كلها مع بعض. فاللي بيصير لما يدخل الصوت، تبدأ تتحرك الطبلة، يدخل في طريقة أمواج، تتحرك الطبلة، الطبلة تبدأ تتحرك، تهز يمين يسار، تبدأ تتحرك العظيمة الأولى اللي هي عظمة المطرقة، بعدين عظمة السندان، بعدين عظمة الركاب. جوا القوقعة في الداخل، هذه الأذن الداخلية، تبدأ داخل عظمة الركاب هذه في زي السوائل، زي الأمواج، تبدأ تتحرك، تدخل داخل القوقعة. الشيء الحلزوني هذا هو القوقعة. فحركة الأمواج في الداخل هي اللي تبدأ تثير العصب ويبدأ الواحد يسمع. طيب، لما تتحرك السوائل الداخلية الصغيرة داخل القوقعة، تبدأ تنشط العصب السمعي عن طريق تنشيط بعض الشعيرات والخلايا الشعرية الموجودة داخل الأذن الداخلية. حوريكم صورة الخلايا الشعرية هذه، عشان سبحان الله ربنا لما خلق القوقعة خلقها منظمة بالأصوات. يعني إيش؟ يعني الأصوات ذات التردد العالي تكون مسموعة في منطقة، والأصوات ذات التردد المنخفض تكون مسموعة في منطقة أخرى. يعني لو جينا للصورة هذه مثلاً، هذه الصورة تبين القوقعة، إنه الجزء القاعدي في القوقعة هو يمثل الترددات العالية. يعني إيش الترددات العالية؟ حشرحها. والترددات الواطية موجودة هنا في طرف القوقعة، هنا المنطقة الحساسة لها. وهذا شكل الخلايا الشعرية اللي غالبا تكون حساسة جدا إلى تأثير الأصوات المرتفعة لا سمح الله وتأثير الأعصاب. فهي مجرد ما تتنشط تبدأ تروح الأصوات عن طريق العصب، والبني آدم يسمع الصوت بصورة كويسة. طيب، عشان الموضوع ما يكون ممل وتفهموا بالضبط ايش اقصد بالنسبه للسمع، يجب انه كل واحد يركب اذا كان عنده سماعات، سواء هيدفونز فوق الاذن او سماعات داخليه، ابغى يلبسها. في السناب القادمه حشغل فيديو يمشي مع رينج الاصوات اللي يسمعوها كل البشر، اللي هي من 20 هرتز الى 20,000 هرتز. حتتفاجأ او تتفاجئي انك لما تسمع الاصوات حتلاقي فتره والصوت بيعلى ولا بيوطى، انه في رينج انا ماني سامع ولا شيء مع انه الصوت شغال. معناته انه في هذا التردد بالذات انت خسرت سمعك، وفي عندك ضعف سمع في التردد هذا. طب هل هذا الشيء خطير؟ حنقول لكم ان شاء الله بعد الفيديو. بس اهم شيء انه ما تكون في السياره، لانه خطر ترفع الصوت في السياره، ممكن يؤدي لا سمح الله انه مشكله في الاذن. طيب، فتلبس السماعات ونجرب الفيديو.
طيب الآن بعد سماع الفيديوهات هذه تقريبا الواحد بدأ يعرف إيش يعني تردد صوت، يعني إيش تردد منخفض ويعني إيش تردد عالي. الأخطر على الأذن الداخلية والعصب السمعي هو التردد المنخفض. التعرض إليه بيكون خطير جدا. ليش؟ لأن الخلايا داخل الأذن الداخلية للتردد المنخفض تكون جدا حساسة. التردات العالية غالبا تكون أكثر، صحيح أن جزء الأقرب إلى الأذن الوسطى، لكن في بعض الأحيان تكون أقل خطرا من الترددات المنخفضة. النقطة الثانية في الأصوات اللي لازم نفهمها قبل ما نروح لأنواع السماعات، إنه مهم جدا إنه نعرف يعني إيش كلمة ديسبل. ديسبل اللي هي وحدة قياس الصوت. وحدة قياس الصوت علو الصوت، يعني كل ما عليت الديسبل كل ما زاد علو الصوت. لما تروح في السيارة وترفع الصوت هذا معناته أنت زودت الديسبل إلى أصوات معينة. وهذه المهم نقطة مهمة جدا. إذا عندنا بالنسبة للأصوات شغلتين، التردد طيب كيف نقدر نقيس بالضبط الأصوات اللي حوالينا، إنه نعرف بالضبط الديسبل، وكيف نعرف علو الصوت، وإيش الصوت الخطير، وكيف الوقت حقه؟ سووا دراسة في أمريكا في أحد المنظمات اللي مهتمة بموضوع السمع والموظفين وتعرضهم للأصوات العالية، ولقوا إنه ممنوع الموظف يجلس في بيئة صوتها 80 ديسبل أكثر من 8 ساعات. ليش؟ لأنه هذه بتسوي له فقدان سمع تام أو ضعف عصبي لا يمكن إصلاحه. يعني إيش 80 ديسبل؟ 80 ديسبل يعني تقريبا، خليني أوريكم الصورة هذه يمكن توضح بصورة أكثر. 80 ديسبل يعني تقريبا زي صوت الخلاط اللي نخلط فيه العصير، يدي تقريبا صوته من 80 إلى 90 ديسبل. أو صوت الله يكرمكم حقة القمامة تيجي 95 بعض الأحيان. صوت الثلاجة 50 ديسبل، صوت التلفزيون يوصل ل70 ديسبل، التلفون 80، وهكذا. عشان يوضح الموضوع بصورة أكبر للجميع، علو الصوت 90 ديسبل أنا مسموح لي أجلس 8 ساعات فقط. كل ما زاد علو الصوت 5، ارتفع صوت، عليت صوت المسجل 5 ديسبل، تنقص المدة للنص. يعني إذا 95 أنا مسموح لي أجلس 4 ساعات، إذا 100 أنا أجلس ساعتين فقط، إذا 105 أنا أجلس ساعة، إذا 110 أنا أجلس نص ساعة فقط. للعلم طيارة لإقلاع 120 ديسبل، فلك أن تتخيل تقريبا ممكن أجلس لو 10 دقائق ولا أقل يمكن ممكن تأثر عليك. الخلاط المكنسة تقريبا توصل في بعض الأحيان إلى 100 ديسبل. موقع البناء لو كان جنبك ناس بيحفروا ممكن توصل إلى 105. فهذه نقطة مهمة جدا لازم ننتبه لها من ناحية التعرض إلى الأصوات العالية. مهم جدا إنه الواحد يعرف الليمت حقه قديش يعلي وزي كذا. حوريكم طريقة بسيطة كيف تقدر تتحكم بالأصوات في جوالك. معلش أنا طولت عليكم، لكن الآن نرجع للسؤال الرئيسي. هل السماعات اللي نحطها داخل الإذن يسموها insert phone ولا فوق الإذن؟ فوق الإذن تنحط هذه over headphones. هل هي مفيدة ولا ضارة ولا ممكن تكون ما هي ضارة؟ ما في شك إنها ضارة. يعني إحنا نحاول قدر المستطاع ننصح دائما الناس اللي عندهم ضعف في السمع إنه ما يستخدموا السماعات قدر المستطاع. لكن في حالة إنك أنت منتبه بالضبط إيش بتستخدم وتكون السماعات جودتها كويسة، ما في مانع إنك تقدر تستخدمها. لأنه في بعض الجودات زي بوس مثلاً ولا آيفونز ولا تكون مثلاً من أبل ولا الإيربود تكون جودتها عالية، بالذات إذا كانت فيها نويز كانسليشن أو هو عزل الصوت الخارجي. ليش؟ لأنه عزل الصوت الخارجي غصباً عنك أنت بتضطر توطي الصوت في السماعة، فتبدأ تتحسن وتحافظ على الخلايا السمعية عندك قدر المستطاع. المشكلة في اللي ما فيها عزل صوت، تبدأ مع البيئة تروح مكان مزعج تبغى تعلي الصوت عشان ما تسمع اللي حوالينك، وتبدأ تضر في إذنك والأعصاب السمعية. إذا اضطريت إنك تستخدم السماعات ممكن تروح للإعدادات اللي أنا شرحتها في الفيديوهات السابقة، إنه كيف تدخل على الإعدادات، من الإعدادات اللي تدخل إلى Sound and Haptics، وهناك تختار الهيدفون سيفتي أو أمان السماعات الرأس، وتقدر تضبط الديسبل أو محدد الصوت عشان الجوال نفسه الآيفون حقك يبدأ يكون ذكي، بحيث أن الصوت لما يترفع زيادة عن اللزوم يبدأ يوطي لك هو لدرجة ما يضر بأعصابك السمعية. هذه نقطة يمكن ما أعرف إذا موجودة في الجوالات الأخرى، لكن أنا دائما أسويها في الآيفون ومريحتني صراحة. في بعض الحالات أحس نفسي ما أسمع أضطر أرفع الصوت شوي.
الشيء العجيب أول ما بدأت الشركات تصنع السماعات بخاصية النويز كانسليشن اللي هي عزل الأصوات الخارجية، صاروا في جماعة من الناس اللي بيستخدموا السماعات صاروا ياخدوها ويسووا العزل، ينعزلوا عن الصوت كامل ويبدأ يرفع الموسيقى أو الأغاني والشيء اللي بيسمعه بصوت عالي جدا يبدأ يأثر على الخلايا ويضر إذنه زيادة. تمام؟ الهدف من العزل للصوت الخارجي هو إنك توطي الصوت بحيث إنك تسمعه بصيغة مريحة ما يبدأ يأثر على إذنك. تقول لي دكتور لا الحمد لله أنا إذني تستحمل وإذني الحمد لله إن شاء الله أنا عايش من أول بسمع السماعات وما عندي مشكلة. لا، كل الأذان زي بعض، ما في إذن تستحمل وفي إذن ما تستحمل. اللهم إنك إلى الآن لم تصل إلى الدرجة الشديدة من فقدان السمع عشان يبدأ يكون عندك بالربعيد الطنين مستمر وتبدأ تسوي تخطيط. أنا لو سألت كل واحد من المتابعين كم واحد سوى تخطيط سمع يمكن العدد جدا بسيط، فانتبه. طب متى نقول إن المشكلة صارت كبيرة؟ في حالة إن بدأ يجيك طنين في الإذن والطنين هذا مستمر ما يروح. الآن أنت لو رحت مثلا حفلة والصوت كان فيها صاخب جدا وعالي وخرجت منها حتحس ببز في صوتك زي البز كده في الصوت ولا رينجينج ولا طنين في الإذن، وهذا الشيء ممكن يكون بسيط يسموه temporary threshold shift، يعني صار في تدمير أو انتفاخات في الخلايا الشعرية داخل الأذن لكن ما ساءت فرجع تحسن الوضع ورجع للطبيعي وأنت محظوظ بذلك، لأنه مو دائما تصير هذه الحالة. في بعض الحالات يصير في فقدان تام للأذن والسمع وللأسف ما يقدر نصلحه حتى إلا لما نعطي المريض والله سماعات طبية أو أنه نتدخل بصورة أخرى جراحية أو غيره.